بلاست بلشت من زمان 675 كنت عم تعلق الرياضي هلا اجى خبر علقتلي عن هالخبر باسلوبك وطلع كنت عاجبها كذا ولا اكيد بتعلق هذا الخبر وكان في نسبه نجاح مثلا 70% و10 من الاوائل على سوريا كيف الخبر بتعلق وتصير؟ اليوم كنت مشغوله بالدراسه لطلاب البكالوريا والضغط الكبير الذي حدث لهم يوم الامتحانات يعادى بالضغط في يوم النتائج اليوم ستصدر نتائج البكالوريا طيب ورش الان انتم صباحا انتم متجمعين بالساحه استعدادا للقبول للجان للامتحان التحريري هي المشاعر اذا بدي انقلها بطريقه التعليم كيف بنقلها؟ لازم اطلع على البعث لازم اطلع على البعث احتفالا قبل دخول الطلاب الى الصفوف واللجان كي ياخذون راحتهم ويشعرون بالامان والسعاده والفرح ويستعيدوا حماسهم اعداد كبيره وكلها فرحه بالوصول الى النهائيات ضمن مسابقات الرواد بمختلف اختصاصاتها في عام لعام 2022 أكثر مكان بتحب